ينضم إلينا من القدس المحتلة الأستاذ فضل طهبوب المحلل السياسي وخبير الشؤون الإسرائيلية. سيد فضل، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن بعد 40 ساعة من العملية الإسرائيلية جاء الرد، كيف تقرأ المشهد الآن؟ سيدتي، الموضوع واضح. سياسة إسرائيل الجديدة بوجود نتنياهو هي الاعتداء وإعادة الردع لصالح إسرائيل، باعتبار أنه موقف الردع الإسرائيلي انتهى وفشل في المراحل السابقة، وخصوصا في رمضان، في نهاية رمضان. الآن يحاول أن يقوم بعمل عسكري واضح وينفذ طريقة جديدة في التعامل مع القوات، مع الفلسطينيين بشكل عام. وهذه الهجمة مستمرة بقالها منذ سنة، يعني نتنياهو الحكم والمجموعة المتطرفة بن جبير وسموتريتش، هؤلاء المتطرفين العنصريين يقودوا الحملة مع نتنياهو في العمل ضد الفلسطينيين. الاعتداء على قطاع غزة واستشهاد ثلاثة من قادة الجهاد الإسلامي هي عملية، يعني جريمة بحق الشعب الفلسطيني، وفي اعتقادي تستدعي الرد. لكن أنا بقول إذا استطاع نتنياهو أن ينفذ عمليته دون أن يحصل على رد فلسطيني حقيقي، يكون نفذ خطة عمله وبالفعل أخذ خطوة أخرى لتجميع الشعب الإسرائيلي إلى جانبه، لأن هناك معارضة كبيرة في داخل إسرائيل لنتنياهو. بهذه العملية بيكون هو استعاد القيادة مباشرة، وأيضا ردع الجانب الفلسطيني حسب تقديره. لكن إذا كان هناك رد، والرد ليس من جهة الإسلامية فقط، من الساحات، بمعنى وحدة الساحات أو غرفة العمليات بشكل عام، أنا في اعتقادي بيكون نتنياهو خسر، وخسر كثيرا، وممكن أن تؤدي إلى زعزعة مكانته من جديد. نعم، إذن سيد فضل، ما يحدث الآن ربما هو هجوم أو رشقات صاروخية متبادلة بين الطرفين. هل ما يحدث الآن هو فقط الرد من الجانب الفلسطيني، أم نتوقع أن يكون الرد مرحلي، هناك مراحل أخرى للرد بعد الرد الإسرائيلي؟ الرد إذا كان كما قلت عبارة عن رد بسيط من قطاع غزة ومن الجهاد الإسلامي فقط، أنا في اعتقادي بيكون نتنياهو نجح في موقفه وسجل موقف لصالحه، حتى نكون صريحين. ولكن إذا كان في هناك رد على إسرائيل وتوسع الضرب ووصل إلى مناطق أخرى، ليس غلاف غزة ولا رشقات، بمعنى آخر استمر الاشتباك عدة أيام، لأن الإسرائيليين لا يتحملوا أن يكون سماعهم تحفل في الفنادق وفي الملاجئ فترة طويلة، ومهما كانت الخسائر لا يهم، المهم أن وحدة الساحات ترد. بمعنى آخر في الضفة الغربية يكون في هناك رد من غزة، رد، وأيضا من الشمال رد. إذا لم يكن كذلك، نعم، نتنياهو نجح في موقفه وفسخ الوحدة الكامنة ما بين القوى الوطنية وغرفة العمليات التي تقول نحن غرفة عمليات واحدة واستراتيجيتنا واحدة. إذن أنت تربط نجاح هذه العملية، تربط هذه أو نجاح هذه العملية بوحدة الساحات في الداخل الفلسطيني. أيوه، زعزع وحدة الساحات معناته نجح. إذا ردت وحدة الساحات عليه تكون هذه، أنا بتحدث كيفية العقلية الإسرائيلية، كيف بتفكر وكيف استراتيجيتها. الآن نحن ما زلنا في الحدث ولنرى. إذا ردوا بالشكل لوحدة الساحات، أنا في اعتقادي سيكون هو قد فشل. وإذا كان لم يردوا أو على الأقل ردوا الجهاد الإسلامي لوحده، بيكون هو نجح ربما في تصفيق الساحات. ربما سيد فضل، نتنياهو بصدد عقد اجتماع لربما الفريق الأمني الخاص به، ما هي حسابات إسرائيل الآن للرد على الرد؟ لا، القضية إسرائيل جاهزة لكل المواجهات، وطبعا يعني احنا بنعرف موازين القوى لصالح إسرائيل، ولكن مهما كانت قوة أي دولة في العالم، إذا ضربت عاصمتها تعني إهانة كبرى لها. نعم، أخيرا مهما كان وزع القوة. نعم، أخيرا سيد فضل، كيف تعلق على تصريح وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن جفير بأنه حان وقت الاغتيالات؟ هذا لا يعني لا نتوقف عند أقواله، لأنه هذا رجل عنصري متطرف
على استعداد ان يقتل، وكان يحمل مسدس في الشارع حتى قبل ان يصبح وزير ويطلق النار. هذا رجل عنصري سيء الى اخره، لا نستطيع. حتى نتنياهو يعني مجبر عليه لانه بده يبقى في الحكم. لكن نتنياهو الان انا في اعتقادي في عمليته هاي اذا نجح فيها تماما سيعود اللحمه له لقيادته، وايضا ممكن ان يستغني عن بن كبير وعن سموتريتش ويعيد لوحده وطنيه، لان اسرائيل في حاله الحرب دائما تعمل حكومه وحده وطنيه. نعم، هل اسرائيل سيد فضل مستعده لمواجهه طويله الامد، ربما كما قال نتنياهو بالامس ووزير دفاعه ايضا، هل هم يحتملون هذا الوضع وربما سكان المستوطنات في الملاجئ الان؟ في اعتقادي اي معركه تطول اكثر من ثلاث ايام هي خساره مطلقه لاسرائيل وفشل، وسيدفع ثمنها اي رئيس وزراء موجود واي قائد جيش موجود، وهي التجربه كانت سابقا في نعم. كل معركه تخطت ثلاث ايام سقط رئيس الاركان وسقط رئيس الوزراء. وحاليا امام التفاهم الاجتماعي في اسرائيل والخلاف السياسي ما بين الاحزاب الاسرائيليه، انا في اعتقادي هم في اضعف مواقفهم. نعم سيد فضل، هل يوجد ميزان قوى لضغطهم؟ هذا السؤال المطروح حاليا. نحن كفلسطينيين يعني واضح او بصراحه يعني زمروها ساحات القوى حتى الان ساحات هذه ما زالت في الموازين البسيطه. صحيح مزعج لاسرائيل وشكل المضايقه والى اخره، لكنها ليست في موازين قوى كبيره، لكنها تنمو تماما. يعني هل توافق سيد فضل على ان غزه هي من تدفع ثمن تأزم الموقف في الداخل الاسرائيلي؟ سيدفعها ايضا نتنياهو. نعم تأزمت سيكون نتنياهو ايضا، نتنياهو سيدفع ثمن وتسقط حكومته فيما بعد. نعم اذا صار خسائر في اسرائيل نتنياهو سيدفع ثمن غالي. نعم يعني شكرا. قتل عدد من جنودهم او مواطنين اسرائيليين يعني بداية لسقوط نتنياهو. شكرا السيد فضل طهبوب المحلل السياسي وخبير الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك، تحياتي إليك.